صباح الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من تكنولوجي. اليوم حأحكي عن أخبار متعددة من عدة المجالات ودائما بتصب بعالم التكنولوجي. اليوم الخبر أو الأمور يلي مهمة كتير ببيتنا يلي بيدخل عليها التكنولوجي هو يقلب أو يصير بيتنا ذكي ونقدر نتعامل مع الأدوات يلي موجودة فيه من خلال تطبيقات معينة أو من خلال شركات كبيرة عم تدخل هيك نوع من التكنولوجيز بيقدروا يتحكموا بكل شيء عم بيصير بالبيت، اذا كان عن مراقبه استعمال او حتى مراقبه منزل او حتى الكوميونيكيشن بين الجهاز والثاني. اليوم سامسونج وال جي وحتى ابل وجوجل وغيرها دائما عندهم سمارت تكنولوجيز يلي بفوتوا او سمارت هوم تكنولوجيز يلي عندهم اياها من خلال سيري ومن خلال اليكسا، ويلي كمان بتكون هي كوسيلة جمع بين هيدول الأجهزة اللي موجودة بالبيت للتحكم بالضوء والمكانات الباقية يلي بنستعملها. اليوم حأحكي عن جهاز صغير يلي هو جهاز هو على شكل شريحة صغيرة، في نوعين من مراقبة أو استعمال أو التحكم بالبيت الذكي يلي من خلال وضع هذه الأجهزة الكبيرة أو إذا منجيب هالمكانات الكبيرة اللي ذكية بتكون أو منحط هيك أنواع من السنسرز بقلبها. هالمرة في سنسر واحد يلي عم نشوفه حاليا بهذا الفيديو يلي هو بيكون بيقدر يعمل نوع من سنسينج أو يقدر يكشف كل شيء عم بيصير بالبيت بأي نوع تحركات نحن بنستعملها أو أي أجهزة بنستعملها بالبيت، إذا كانت إذا ضوء ضوينا ضوء معين أو فتحنا حنفية أو حتى شغلنا الغسالة أو حتى الدراير والتي في، أي شيء ممكن نستعمله بالبيت هذا الجهاز الصغير يلي هو شريحة صغيرة بتنحط بأي فيش كهرباء بالبيت بيقدر يكشف كل هالتحركات وتم يعني تحديثه، وهذا هو هلأ بيجمع يعني معلومات من خلال هيدا السنسنج تكنولوجيا اللي عنده إياها وبيستعمل رو داتا، بيقدر يستعمل هيدا المعلومات ل يقدر نقدر نراقب فيها البيت وحتى نقدر نعرف استهلاكات معينة أو حتى بتم تطبيق هيدي المعلومات على جهاز أو على أبليكيشن معينة لنقدر نحن نتحكم فيها بعدين. يعني هذا الاكتشاف هو بعده emerging، بعد ما حدا تبنيه، ولكن تقنية حديثة ورخيصة أرخص بكتير من ما واحد بيشتري مثلا مكنة ذكية ومكنة تانية وغيرها وبتصلوا من خلال أليكسا أو جوجل هوم وغيرها. هالمرة هيدا السنسنج ديفايس اللي بنحط بالحيط بيقدر يعمل نوع من الكفرج لكل التحركات اللي عم بتصير بالبيت، وهذا تقدم كبير بعالم سمارت هوم تكنولوجيز. من السمارت هوم لننتقل كمان سمارت ماشين كبيرة اللي هي حنحكي عن السبمارين اللي معروفة دائما بتستعمل بأدوات الحرب وغيرها من الاكتشافات تحت الماء. المرة في وورشيب أو في مثل سفينة كبيرة بتقدر تكشف هي وبيه البحار لمدة 60 ل 90 يوم، بتقدر تعمل مثل استطلاع من دون ما يكون فيها أي قائد أو أي بحارة أو حتى فريق عمل على هيدي السفينة يلي بتسوق بتلقاء ذاتها، وتم تحديث هيدي السفينة من بعد سنتين من محاولات وبيعها للجيش الأمريكاني بقيمة 20 مليون دولار. صنع هيدي الورشيب سبمارين هانتينج كروز. الحلو فيها مثل ما ذكرنا أنه بتقدر تسوق من مدة 60 ل 90 يوم بالمي، وعندها سنسنج أبيليتي كبيرة بالبحر، وممكن تغوص لأعماق البحار لتقدر تعرف إذا في أي نوع من السبمارينز موجودة وتقدر تصطادهم يا من خلال تعطيلهم إلكترونياً أو حتى ممكن يكون تستعمل نوع من الأدوات الحربية لاستهدافهم. الذكي بهذه السفينة إنه عندها القدرة، أول شيء اسمها داربا، وعندها القدرة يعني الاستطلاع الكبير، وبتعرفوا بالبحر في كتير مثل الرادارات وغيرها، عندها نوع من القدرة اللي هي autonomous وبتقدر تتحكم بذات حالة
يعني بنفسها وبتقدر تتصرف بطريقه مثل كانها هي عم تصطاد هيدي المكنات. دائما عم بيقوموا استعمال هيك انواع من التقنيات لتحديث يعني هدف معين. هالمره عم بينصب بهدف عسكري، ودائما الجيوش بتحسن نوع من التكنولوجيا، ولكن دائما تحت رخص معينه بتنزل فيها حسب سماحها او لا. الخبر الثالث اللي حاحكي عنه اليوم كمان خبر مهضوم كثير. امرار نحن ممكن نكون نتواجد باماكن ما بدنا يعني حدا يسمعنا اذا عم نحكي على التليفون او حتى يقرا شفافنا. مره في جهاز مهضوم كثير شفته حبيت احكي عنه اليوم، هو اسمه هاشمي، بنحط شكله غريب شوي اذا كنا بالمكتب او اذا كنا باماكن عامه شوي، بنوطي صوتنا او اي وقت بدنا ما المحادثه المكالمه تكون مسموعه. هاشمي هو جهاز بنحط على الوجه وبنقدر نحكي فيه عادي بصوتنا بصوت العلو يلي نحن بدنا نحكي فيه بدون ما حدا يسمعنا بالاخر. خلينا نشوف الفيديو يلي حيحكي عن هذه الفكره احسن. مثل ما شايفين هاشمي هو جهاز بنوضع على الفم وبنحط فيه سبيكرز وبنحط فيه على الفم الايرفونز وبكون عم نسمع المكالمة وبنفس الوقت عم نحكي بطريقة عادية جدا، وبيعمل مثل كاتم للصوت وللحديث يلي نحن عم نقوم فيه وعم بيتسمع بطريقة كتير مهضومة. الفكرة كتير مهضومة وذكية، ما حدا يمكن يفكر فيها قبل. وحتى الصوت فينا نتحكم فيه، صوت السمع على التليفون، وممكن كثير نقدر نلبسه بعدة أماكن وحتى نوضعه أول ما يكون في مكالمة معينة نقدر نستعملها، وفينا نستعمل كمان نغير أنواع الصوت اللي بدنا إياه. يعني أجهزة كثيرة عم تنوضع وعم تنحط تحت الاستعمال، منها أجهزة على الفم ومنها نظارات ذكية. مؤخرا رجعت نزلت قريبة من جوجل كلاس، وهالمرة كمان في ماجيك ليب حأحكي عنها بحلقة الأربعاء إن شاء الله. هي كمان عبارة عن نظارات أوغمانتد رياليتي تقدر تنقل الحدث لعنا وين ما يكون بالعالم. لهون وصلنا لنهاية أخبارنا بالتكنولوجيا، حنكفي برامجنا لليوم مع أوروسكوب وغيرها. وقبل ما ننتقل لأوروسكوب بس كمان حبيت احكي شوي عن ماجيك ليب يلي هي شركة عالمية قدرت تتخطى كتير صعوبات لتنفذ كل التكنولوجيز يلي عندها إياها. هالمرة حتقوم بعمل كتير كبير بالاشتراك مع الـ NBA يلي امبارح شهدت كمان مباراة الأول ستار جيم. ممكن نكون موجودين ببيتنا ونقدر نحضر الجيم كأننا موجودين بقلب الملعب يلي بيكلف آلاف الدولارات أحيانا. هذه كانت آخر خبرية لليوم، وبتكفوا معنا مع MTV Live. Have a great day.